دلتا كونكشن برايديال في فيز وراي لاين سيرفيسر اكتيف. لما اقول لك الاس بتساوي ايه؟ قانون عام بتاع الخاص السلك العادي خلاص اس دي بتساوي ايه؟ في صح؟ كل زي ما قلت لك اي كونجكت صح؟ طيب والبي اعتبار في اي سيرفر لو كيو لما يكون اي سيرفر مش عارف ايه ما تنصدمهاش. طيب لما اجي اقول لك انا بس نفس السنجل فيز لما كنت اقول لك اجي اقول لك بقى هنا في الثري فيز الاس هتساوي ايه؟ هتقول لي ها بص كده يا ثلاثه في ها فيز اي فيز او جذر ثلاثه في لاين اي لاين. هل القانون ده يختلف من ستار لدلتا هو سهل؟ لكن انا مثلا اجي انا شايف ستار هنا مثلا يبقى البي فيز هتساوي ايه؟ في لاين اللي بتعرف مثلا على جذر واي فيز هي الاي لاين اللي بتعرف. لو جيت هنا العكس البي لاين لو انا مثلا شغال دلتا ستار البي لاين انتهى. طب الاي لاين ها هي برضه الاي فيز مفيش مشكله. طب لو انا شغال دلتا لو جيت هنا البي فيز ها هي البي لاين برضه دلتا. طب الاي فيز هي الاي لاين على جنس الثلاثه. طب لو شغلت هنا دلتا ها في لاين هي هي البي فيز اللي انتهى. طب الاي لاين هو كده كده انتهى مش محتاج كده خلاص. فدايما التيار اللي بيدهولي هو في او اي اذا كان تيار او غلط يعني يبقى دايما ايه؟ لاين. والباور اللي بيديهولي دايما اوتبوت ولا انبوت؟ اوتبوت. طيب الباور لو بيديهولي اوتبوت شو لازم يديني؟ افشنسي عشان اجيب هنا لو ما ادانيش افشنسي يبقى البي اوتبوت بتساوي البي ام. دي خدها القاعده دي الاساسيات دايما الباور هو اوتبوت باور. طبعا بقول لك بالخصام بقول لك الوات وات ايفر لكن هو بده اوتبوت باور. والله بيديني الافشنسي انا بس يبقى الاوتبوت على الافشنسي بيديني الانبوت. ليه؟ لان انا دايما في المسائل بتاعتي انا لما باجي اشتغل على الحلم بشتغل على الانبوت ولا الاوتبوت؟ على الانبوت. ليه؟ لان هو ده اللي هيتعامل عليه الترانسفورمر بس انا مش نسيت مش ده اللي خارج من الترانسفورمر اللي عندي ودايما ده ايه انبوت. فلو مديك اوتبوت بار يبقى لازم اسمه على الافشنسي. لو انا مش مديك الافشنسي في المسائل هتقول لك اعمل 100 100% عندنا ولا خلاص مش مشكله خلاص. تعالى نبتدي بقى مسائل سريعا كده عشان الوقت ما يسرقناش. وانت بترسم الستار والدلتا ارسمها زي ما المكتوب بيرسمها كده مش شكل الستار يعني انت عارف ان الستار عاديه خالص بس عشان تنزل تعمل لي ايه؟ الستار كده لا ارسمها زي ما هو عاملها بالعكس كده معايا عشان تسيب والدلتا نفس الكلام. انا بقول لك كده ليه؟ لان في ناس لما بتيجي تجيب البي هو مش معتمد ان هو حافظ الحاجات دي اللي هي ولا لا بيجيبها من على الرسم فبيبقى اتلخبط بس شويه فانت دايما اعملها بالشكل ده عشان حتى لما يجي في التوصيلات ولا حاجه بعد كده يبقى انت فاهم مش اكتر. عملها دايما بشكل واحد. طيب اول مساله ليها شخصية بتديني 3 فيز ترانسفورم خلاص هو اكدت ان ده 3 فيز مش سنجل فيز. از يوزفل ستيب داون ذا فولتج اوف 3 فيز فولتج 11 كيلو فيدر لاين بير فيز تيرن ريزوليشن 12. طيب هو قال لي ايه ستيب ايه؟ ستيب داون. يبقى انا كده عارف ان دايما البرايمر هيبقى هاي لا سكندري لو. طيب لما يقول لي تيرن ريزوليشن 12 هو كده خلص الحكايه ايه؟ بتساوي 12 خلاص ده فعلا ستيب 100 ولا شفت الدواء. بيقول لي ان البي 1 بتساوي 11 كيلو فولت. البي 1 دي لاين ولا فيز؟ لاين. طيب وايه تاني عندك؟ فور برايمري لاين كارنت والاي 1 بتساوي 20 امبير. عايز احسب السكند لاين فولتج واللاين كارنت على اول كيلو فولت امبير وتوصل فولوينج كل الحالات. هنعمل حاجه ونبقى كله زي بعض. ركز معايا. انا دلوقتي بتقول ايه هو؟ قال ايه مثلا؟ بتدي الحل الاولاني وليكن مثلا نعم بس اي لاين بص في 1 اي 1 دي لاين مش فيها كلام حتى لو مش هتلاقي ده لاين كارنت ولا لاين فولتج هو لاين خلاص مش هنسيب. طيب لو انا شغال ستار دلتا يعني البرايمري ستار ركز بقى مع بعض. انا مش عايز اقول لك ان البي 1 انت كده كده بتهيألي بكام؟ 11 كيلو فولت. طيب البي 1 فيز هتساوي ايه؟ هل هي هي البي 1 لاين؟ لا هي مش واحد فيز بس انا شغال ايه هنا؟ ستار. فالستار البي لاين بتساوي جذر 3 يعني البي لاين بتساوي البي لاين على جذر 3 اللي هي بتساوي 11 كيلو على جذر 3 اعتقد سهله خالص مفيش اي حاجه.
كده انا جبت مين؟ الفي فيز. طب انا عندي الاي لاين يعني مثلا اي واحد واي بيساوي 20 امبير 20 امبير. طب الاي واحد فيز هيساوي ايه؟ اي واحد واي هتساوي 20 امبير. لحد كده الدنيا جميله. تعالى بقى نكمل تحت السكن عشان انا انقل عن الايه؟ بتنزل ريشيو. فانا عايز يا باشمهندس ان الفي 1 على الفي 2 بتساوي الاي 2 على اي 1 بتساوي الايه؟ صح يا شمسي؟ طيب ده ايه؟ فيز وده ايه؟ فيز وده ايه؟ فيز وده ايه؟ فيز. طيب البي 1 فيز عندك ولا مش عندك؟ عندك اللي هي بكام؟ 11 كيلو على القياس الثلاثي بتاعها. في 2 فيز مجهوله. صح يا شمسي؟ حلو. طب الايه؟ معلومه. اقدر اطلع في 2 فيز ولا لا؟ يبقى في 2 فيز. بص بقى يا باشمهندس انا مش ولا صعب ولا طبق. بص اهي زي ما انا عملت في الاول صعب. هتساوي مين؟ في 1 فيز على ايه؟ مش الحق ادي كده اول حاجه. طيب وهنا الاي 2 فيز معلومه ولا مجهوله؟ طب الاي 1 فيز معلومه ولا مجهوله؟ معلومه بكام؟ 20 امبير. يبقى عندي الاي 2 فيز بتساوي ايه؟ الاي 1 فيز. كويس كده يا شمسي؟ عايز اقلب بقى في ايه؟ الاي لاين والفي لاين. طب هنا في 2 لاين شغال دلتا اصفار دلتا فالفي لاين بتساوي هتساوي على طول في بس خلاص انا لسه جاي بقى. طب هنا الاي 2 لاين هيساوي القياس الثلاثه الاي 2 بيساوي اللي شغال دلتا ممكن يكون اصفار فتلاقي الايات واحد والفيهات اللي هي القياس الثلاثه نفس الكلام مش بعد دلتا ستار مره ستار ستار مره ستار فعايز الاس ها بتساوي زي ما انت عايز لاندا في فيز اي فيز او كذا طبعا الاربع حاجات موجوده عندكم مذكره ومنزله معاكم دي بره نعم شو اسمه هو ايه مش مسيره هو is used to step down ذا فولتج اوف السي فيز 11 كيلو فولت لاين بير فيز غير ريزوليشن كذا بص يا باشمهندس كده ايه 11 كيلو فولت في درجة لاين احنا مش هنسيب الشبكه بتاعتنا بتمشي ازاي يا باشمهندس؟ يعني افشنسي ازاي؟ عادي اوقع ليك وانت لو انت عايز يعني هو مش هيديك هنا مش جايب لك هنا افشنسي هتشوف دلوقتي في اسئله كلها فيها افشنسي كل حاجه هتقولها دلوقتي بص يا باشمهندس دايما لما عندي كده بيقول لك ايه ده المغذي المغذي دوت مش عارفين اللي هي الرقعه مش مفتوحه هي مكان كده يقول لك دي لوحه المغذيات بتاعت المنطقه. لوحه المغذيات دي بتدي بتدي محولات الشارع اللي هي 11 على 22 بتاع فلما اقول لك اذا كان البعد بتاع المغذي 11 كيلو يبقى الدرايفر بتاع الترانسفورمر كام؟ 11 كيلو. معايا شو تسيب؟ طب لما اقول لك مثلا بتاع الجهد جهد الحمل 300 كيلو فولت يبقى الجهد بتاع السكن هو كام؟ ما هو السكن تبع مدي مين الحمل؟ واللي مدي البرايمر هو مين؟ هو المغذي اللي عامل فيه. طبعا دي بسيطه خالص طبعا ستار ده ستار 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 ده انت ودلتا ستار الكلام ده فاضي ولا انتوا شايفين صعب؟ سهل نخش على السؤال اللي بعدها السؤال اللي بعدها ركزوا معايا كده قوي بيقول لي ايه؟ بيقول لي 11 كيلو مكعب 15 فولت دلتا ستار اذا الدلتا هو تبع البرايمري والستار تبع السكندري نيدز باور تو 30 كيلو وات في السكندري دي مين؟ ها؟ دي اس ولا البي؟ كيلو وات دي البي ولا اس؟ البي يا شباب انا عندي البي اول بس انا رقم 2 بتساوي 30 كيلو وات ايه تاني يا هندسه؟ وات انا هو انت بعت لي كده كيلو وات عارف شو بس 3 فيز اندكشن موتور هافينج ان افشنسي الافشنسي بتساوي 90% الاندكشن موتور ده بيمثل ايه؟ بيمثل الحمل بس عارف شو بتسيب؟ اند فول لود اللي هو الباور فاكتور الباور فاكتور بتساوي 0.833 عايز احسب ترانسفورمر ريتنج اند فيز ولاين كرنت والبوس هاي اند لو بصوا بقى يا شباب اول حاجه عايز احسب ترانسفورمر ريتنج الترانسفورمر ده بيوصل للفولت امبير ولا للوات؟ فولت امبير صعب مش اي ترانسفورمر انت لو اشتريت ترانسفورمر عايز ايه؟ عايز ترانسفورمر 2 ميجا 2 ميجا ايه؟ فولت امبير انا محتاج الاس ولا محتاج البي بتاع الترانسفورمر؟ الاس حلو لما اقول لك الاس هتقول لي يا باشمهندس هي البي على باور فاكتور برافو عليك بس يا ترى بيه وطلع بيه اول قلنا البي
طيب البي ام دي مش هي عباره عن البي اوت على الافشنسي صح كده؟ ده عندي ولا مش عندي؟ 1.8 3 3 الافشنسي عندي ولا مش عندي؟ 9 من 10 البي اوت عندي ولا مش عندي؟ 30 من 10 خلصت خلصت حبيبي ما انا بقول ان البي على الباور فاكتور الاثنين اس مش انت عندك البي بي فاي الناس بتاع زمان الباور فاكتور طب والاس بي فار يبقى البي تساوي اس اثنين باور فاكتور يبقى اس بتاع خلاص ماشي حاجه فيها مشكله سهله خالص ماشي حاجه خالص طيب هو مديني كام على كام؟ 11 كيلو على 415 ما تنساهاش ان تبقى كده 11 كيلو على 415 طيب عايز يجيب كل حاجه هو ايه الاستار ده ولا ايه الاستار؟ ايه الاستار؟ اخيرا يا عم قشطه استار بصوا بقى ركزوا معايا لو انا عايز احسب التيار في البرايمري عندي اي واحد لاين هيساوي مش انت عندك الاس هيكسر اس على اقول ثلاثه بي فيز ولا اقول جذب الثلاثه بي لاين الاثنين صح؟ الاثنين صح؟ لا مش الاثنين مش صح. ليه؟ ليه ده ايه؟ يبقى ده لازم يكون ايه؟ اللاين مش فيز. امال امتى يكون الاثنين صح؟ لو الاس جاز 3 بي لاين اي لاين او 3 بي فيز اي فيز خلاص؟ يبقى انا هكتب هنا اش سي جاز 3 البي لاين. طيب بي لاين 1 الاس كده كده عند سيادتك انت لسه جايبها وجاز 3 مش مشكله رقم 6 والبي لاين 1 11 كيلو فولت. طلعت ده. طب لما اقول لك اي واحد فيز هتقول لي هو ايه؟ ها؟ اي واحد لاين على ليه هندسه اسمها دلتا دلتا الاي لاين بتساوي جذر ثلاث اي فيز لكن لو استار كان هو اوف ام خلاص يا باشمهندسين؟ فيها مشكله دي؟ حلو طب لما اقول لك اي اثنين لاين هتقول لي ايه؟ عندك مطلق الحريه لما انت تقول هي اس برضه على جذر ثلاثه من في 2 لاين ودي ساعتها تبقى كام فولت؟ 415 او واحد يقول لك ما انت عامل لسه عامل طريق وجميل وظريف خالص مش انت عندك ايه يا باشا؟ 11 على 24 11000 كان على 24 مش انت جبت هنا الفيز؟ يبقى الفيز هنا على الفيز هنا على الدوري بيساوي مين؟ بيساوي مين؟ صح يا شخصي؟ او الفيز اللي هو 2 على الفيز 1 فاهمين الناس عايزه اعمل ايه؟ يعني في ناس بتحلها لي كده اس على جاز 3 ما بتجيبهاش ممكن الناس تقول لي يا باشا بص كده اي 2 فيز على اي 1 فيز بتساوي مين؟ بتساوي ايه؟ مين هي ايه؟ اللي هي 11 على 415 طلع على طول الاي تي فيز بدل ما انا هاجي اعمل هنا اقول لك الاي تي لاين طب الاي تي فيز حسن حظي يا ستار ها؟ فهي فاهمين هي الاي تي لاين صح كده ولا ايه؟ تاني للناس اللي تاهت معايا في حته النقطه الاخيره دي شوف انا لحد هنا ما عنديش مشكله جبت الاي واحد فيز والاي واحد لاين على جزء 3 مش مشكله ليه؟ لان ده ايه؟ ها؟ دلتا دلوقتي يا باشمهندس انا عايز اجيب الاي دي لاين عندك حل ان احنا الاس على جاز ده بي دي لاين ماشي او تقول لي يا باشمهندس مش الاي دي فيز على الاي واحد فيز بتساوي ايه؟ يعني هي مزايا شوف مثلا اهو البرايمري دلتا الاختار محول لايه خلاص بس اهو مش خلاص لو انت جبت لي اي مساله غير كده مش هتعمل مثلا تحت امر بس لسه هنشوف بقى شويه مسائل كده ايه كده شويه لا ايه بس قول اهو مسالتين ثلاثه كده سهلين خلاص مش بس انا اعتقد كده بقول بقى الوصله عايز نسيب كده اي تي فيز واي تي لاين مفيهاش مشكله والاي واي لاين والاي واي فيز مفيهاش اي مشكله. طب لما اجي اقول لك عايز البي 1 لاين والبي 1 فيز البي 1 لاين 11 كيلو طب هو بي 1 فيز ها؟ بي 1 فيز بيساوي ايه مش بي 1 فيز هو ليه؟ دلتا صح مش البي لاين بيساوي بي فيز؟ طب لما اقول لك البي 2 لاين هتقول لي مين؟ هو رقم 6 اقول لك بي 2 فيز ده ستار يبقى بي 15 على كده تبقى 11000 على 15 على 3 لا بص يا هندسه ما انا قاسم لاين على لاين طيب ما احنا هنجيب بير فيز بص يا هندسه انت كده كده دي ايه دي على دي ما تفكرش في اي حاجه بقى ثانيه دي مين دي ايه بص يا باشمهندس هو ده لاين على لاين وانا اللي عايزه منه انت لو جبت ساعات بتقول ايه فيز على فيز انا مش عايز منك الكلام ده ان ايه يا باشمهندس لاين على لاين او فيز على فيز فانت دايما عشان ما تفكرش يكسب خد دي حطها بس معايا حلها كده خليها بقى الاس على جهاز ده في البي او مقلوب التيار زي ما انا عامل كده تساوي ايه مفيش مشكله دي او دي صح وحل بايديك حل بايديك ما تستسهلش كده وتقول اه ده الدنيا سهله هي لا حل بايديك خلاص
طبعا دي مساله كومبليت ما فيهاش اي مشكله. شو واحد كان عبيس للاس مش مشكله، دي للاس 500
كيلو فولت امبير ب 350 هرتز مش مشكله. ترانسفورمر هاز لاين تو لاين فولتج تو في لاين. عموما يعني هو مديك 33 كيلو على طول على 12 كيلو من حتى بيقول ان ده لاين فنعدي ده لاين. اند اتس كونكتد ان دلتا ستار. خلي بالك هو دلتا ستار. الدلتا ده على الهاي والستار ده على الهاي. ذا ريزيستنس في البيز الار اللي عندي 1 بتساوي 24 اوم والار 2 بتساوي 0.875 اوم. It is higher than loss at normal voltage and frequency 3.5 كيلو. دي بس هو كاتبها 2.5 هنا هي 3.5 عشان الخلل كله شغال على 3.5. عايز الافشنسي مره عند الفول لود عند الباور فاكتور بيساوي 8.10 ومره عند الهاف لود عند الباور فاكتور بتساوي 9.10. خلاص يا شيخ؟ هو دايما بيديني ريزيستنس في الفيز ولا بير فيز؟ حتى لو مش بيديني كده دايما شغلنا كله بير فيز. طيب بصوا عشان سيب ما هي نفس الفكره عشان سيب ايه؟ ما انا دايما الايه؟ بير فيز. انا ولا بتهيألي دايما لاين لازم اقول لها الفيز الاول. معايا عشان سيب؟ يعني في حاجات كده ديفولت دايما الفولت والتيار هديهم لك انا لاين مفيش كلام فيه حتى لو ما تلاقيش ده لاين. والار تبقى بير فيز ده الديفولت بتاع الا لو قال لي مثلا دي الار لاين. بس هو مش هيقول لك الار لاين ليه؟ هو يقول لك الفيز ليه؟ انت حتى في حالك تيجي تقول مثلا في الاي او الفي بتساوي اي في ار، الار دي ايه؟ فيز، عشان كده لازم تقول اي فيز والفي فيز. نفس الكلام في الايه؟ لما احنا قلنا هنا الفي واحد فيز على الفي اثنين فيز بتساوي الايه؟ بتساوي ايه ها؟ الاي اثنين فيز على اي واحد فيز، قول لي ده ايه؟ بير فيز. معايا شو نسيت؟ طيب ركزوا بقى معايا. انا عايز دلوقتي الافشنسي. لا ازاي؟ الافشنسي قانون العادي بتاع المقاومه بيساوي ايه؟ بي ام على بي ام بي ام على بي ام برافو عليك. ونيجي نقول ان البي ام وانت طبعا ما بتنساش 100% يبقى بي او وانت على بي او زائد النص ده بيبقى صح. لو جيت بصيت على البي او ولا اسهل بص كده الاكس ها؟ الاس ار كوزاين فاي كوزاين فاي مرة بتسعة من عشرة مرة سالب. طب الاس سالب. طب الاكس مرة من بعد طبعا تكون واحد. هنا الاكس بكام؟ ليه اكس واحد يا شباب؟ ها؟ كله. طب هنا الاكس بكام؟ ليه عشان ايه؟ يبقى اذا في الاول ما فيهاش مشكلة خالص. سالب ولا صعبة؟ سالب. بص بقى ركز معايا. الدبليو دوتا هي مين؟ هي الدبليو اي زائد الدبليو كفر صحيح؟ ال دبليو اي ثابتة يبقى انا شغلي كله على مين؟ ال دبليو كفر. طب ال دبليو كفر تبقى دايما في مين؟ هي عبارة عن ايه؟ دبليو كفر تبقى زي ما انت قلت اه صح. طب هنا اقول بقى ايه؟ 3 اي سكوير في مين؟ في الار خدوها في الار عشان انا نسيت حاجة مهمة قوي. هنا لو قلت دبليو اي قلت دبليو اي زي دبليو كفر بس ولا قلت دبليو اي ازاي؟ ها؟ ها؟ اكس سكوير ما تنساش تنساها دي. ما احنا لو نسينا دي هنيجي نلاقي هنا في مسافه يقول لك ايه فاكر انت الدبليو ار دبليو كفر مجمع بتشوفك وليه؟ لا عقدتكم دي في الدنيا. فدلوقتي ما عرفتش ليه عشان اسمك وليه؟ لو انت مش حاطط الاكس هتلاقيهم بيتكبروا مع بعض. يعني بقول لك ايه اكس زائد واي بتساوي 5 واكس زائد واي بتساوي 6 ازاي؟ فلازم يكون اكس زائد رقم مضروب في الواي وهنا اكس زائد رقم مضروب في الايه؟ في الواي برضه. الرقم الاولاني هو 1/3 ماشي يعدي، الرقم الثاني نص تربيع 7 من 10 على حسب ايه؟ حسب الاكس، فلازم ما تنساش الاكس ابدا. مره هتكون واحد ومره هتكون بنص، ما عادش مش واحد تربيع ونص تربيع، لحد كده ما عادش مشكله. طيب الاي اللي انا هجيبها لك الاي اتنين ريليت اقول يبقى اي ايكوفيلنت 1 ولا الاي اللي هنا كده لو ما لقيتش حد يبقى ليه الديفولت بتاعها هو المساله 4 ريليت ريفيرت تو برايم، شوف بس مذاكرها هنا. طب ريفيرت تو برايم كنا بنعملها ازاي يا باشمهندس لو ابروكسيمت؟ بس تسمي هنا ديت ايه؟ الصح اصلا ان انا ما اقولش ايه؟ اه المفروض الصح ان انا اقول ايه؟ زد ده الصح بقى بس اقول زد ايكوفلنت 1 خلاص مش هشوف فيديو باين بس هو هنا اصلا مش بيديني اكس فكان انا هحطها ايه؟ اه عشان كده واخدين اه لكن الاساس بتاعها هو زد ار ايكوفلنت 1. طيب
قالوا الجمله الضرب دي ولا اسهل منها. شوف ار 1 زائد ار 2 داش كل الشطاب في الحاجات ديت ار 2 داش هي سكوير في ار 2 ما عنديش مشكله ولا عندي مشكله بس ار 1 موجوده ار 2 موجوده والاي موجود ما عنديش مشكله خلاص يا جماعه حلو. طيب الاي 2 دي بقى هي دي الشغل بتاعي هو ده مربط الفرس زي ما بنقول. الاي 2 ريدي هتساوي ايه يا شباب؟ هجيبها ازاي دي؟ اس على الاي 2 حلو اس على في 2 بس انا هقف واقف هنا واقول ايه؟ عشان الحته دي خلي بالك منها قوي 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 دي الجزء الثاني لما جالكم بخصوص حاجه زي كده. ايه الحاجه دي يا باشمهندس؟ المفروض ان انا شايف الكونت دي غلط، مين اللي طلع لي الغلط اللي هنا؟ برافو عليك، اي 2 داش مش هتعمل ريبتو برايمري واصله؟ بص بقى الحته دي كان الدكتور يقول لك الاي 2 داش بتساوي الاي 1 فاكر انت لما قلت لي في 2 داش هي دي واحد فاكر؟ ما هي خلي بالك لان الفرق ما بينهم ايه؟ معايا فلوسين؟ عشان بس تبقى انت الحته دي يا فلوسين. اي 2 داش هي مين؟ ها؟ هي اي 1 ريدي. ليه يا باشمهندس؟ ما اي 1 اي 2 داش عباره عن ايه اصلا لو انا جبتها؟ اي 2 على الايه؟ وهي هي مين؟ اي 1 صح مش انا اي 2 على هي دي يا جماعه ولا ايه؟ مركزين معايا؟ مش اي 2 داش سيبك من اي 1 خالص مش خدش بالك مش اي 2 داش محتاج اجيبها ولا ايه؟ هي اي 2 على ايه؟ الصح ان انا اجيب اي 2 الاول واروح بعد كده جبت انا اي 2 داش. طيب الاي 2 على ايه اصلا هي مين؟ واحد ريدي صح مش نسيت؟ طيب فانا بروح اعمل اس على في 1 ريدي اللي هي مين؟ اي 1 ريدي بتاعه ده اللي عامل خلاص؟ طيب اس اصلا موجوده عندك ولا مش موجوده؟ موجوده في 500 في 10 في 6000 على الفي 1 ريدي. هو انا كاتب في 1 ريدي صح ولا غلط؟ غلط ليه؟ لان انا كده جايب اي ايه؟ ها؟ انا شغال في السنجل فيز لكن المفروض في الثري فيز او ايه؟ كانت واحده ثلاثه ولا ثلاثه؟ حسب ما سالتك عايز معايا مش واخدين؟ طب لو انا بقول باي جاز ثلاثه في واحد ريد لاين قلت ثلاثه تاكد ان اللي طلع هو مين؟ اي واحد فيز تاني عشان اعمل نفس الموضوع ها؟ حاضر هو ده بص يا هندسه ايه رايك؟ لو انا شلت دي كده وقلت لي ده اي واحد ليه؟ اللي انا كاتبه ده مقتنعين بيه ولا مش مقتنعين بيه؟ الناس كلها اللي قاعده اس على جاز ده بيجي بعد بس كده عم حاجه كده سهله كمل على كده مش كنتش بقول لك حاجه انا هكمل لك الحته اللي بعدها بس دلوقتي جاز الثلاثه ايه؟ في واحد ليه؟ لاين في واحد لايك اجيبها من ايه؟ تعالى كده في واحده انا اديها لك 33 كيلو فولت خلاص 33 كيلو يبقى 33 كام؟ 10 سنت باشمهندس لو انا كنت كاتب 3 في فيز كان الفي فيز اللي هي واحد هتبقى بتساوي في واحد لاين ولا لا؟ نيجي نبص ونشوف دي دلتا ولا ستارت برايمري؟ دلتا دلتا في اي دلتا يبقى ايه؟ تاني دلوقتي واحد قال لي انا ثلاثة فيز وطلع لها لك فيز ماشي خلينا معاك لغايه الاخر دلوقتي انا لو جيت طلعتها كده هطلعها فيز ولا لاين؟ قال هطلعها فيز قلت له صح حط دي ثلاثه حط دي فيز لما رجع هنا لا ده لاين دي دلتا فالدلتا اللاين زي الفيز ما عنديش مشكله بحطها زي ما هي بس خلي بالك لما سيادتك ترجع هناك بقى تاكد ان الكونت بتاعك فعلا يبقى ثلاثه اي سكوير فين؟ في الزد. طب لو انا مش مهندس شغال لاين يبقى لازم يكون ايه؟ جاز 3 اي سكوير في الار معايا مش هتسوى في الزد. طيب لو انا حليت كده دي سهله خلاص جاز 3 في 33 طيب واحد تاني جه لحد كده مطلع لك اي واحد ريتد عادي خالص. طب انت مطلعها ليه؟ اقول لك انا مطلعها ليه؟ باشمهندس انا عايز اطلع اي 2 داش بص كده بقى ركز معايا اي 2 داش ريتد بتساوي ايه؟ هتقول لي يا باشمهندس هي اي 2 على الايه؟ فانت لما فكرت لقيت ان الاي 2 على الاي اصلا هي مين؟ هي اي 1 بس ببساطه شديده جدا. اي 2 على ايه؟ اي 1 ده طبيعي مع الاي 2 على الاي 1 بتساوي ايه؟ صح يا جماعه ولا ايه؟ فخلاص انا جبت اي 2 طب واحد تاني قال لي لا 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 انا مش مقتنع بالكلام ده. انا مش داخل في ده. بقول راح يا عم. جيت على طول ما تشغلش بالك.
جيت هعمل ايه؟ انسى اي واحد خالص اهي خالص خالص خالص. جيب الاي 2 ومنها جيب الاي 2 داش. الاي 2 بتساوي ايه؟ برضه اس عام في الاس ثابته ولا متغيره؟ ثابته عادي. جذر 3 في مين؟ في 2 ولا حاجه. شوف بس مش الاس مش الاس بس ليه فيز بتساوي جذر 3 في لايت اي لايت او 3 في فيز اي فيز. بس هو كده ماشي الحال يا شباب؟ كويس كده؟ حلو. انا لغايه دلوقتي اللي باين معايا لحد بتاع اول واحد دي جميل زي الفل. واحد مش مقتنع او مش عايز يلف اللفه دي عايز يقطع ماشي يا عم. مش الاي دي الاس على الجهاز ده اللي في 2 انا قلت حاجه كده كده عادي خالص. طب الفي 2 اللي انا على نفسي يا شباب دي ايه؟ لاين. ودي لاين خلاص عشان اسمها ديت مش مهم اسمها ايه ده. طيب بقول بتساوي اس على جذر 3 في البي 2 لاين بكام؟ ب 11 كيلو صح كده يا باشمهندسين؟ 11 كيلو فولت. يبقى انا طلعت مين اي 2 ها؟ لاين. طب واحد تاني قال لي يا باشمهندس طب انا عايز اطلعها كفيز يبقى اي 2 فيز بتساوي ايه؟ ركز بقى معايا اس على جذر 3 في هتبقى بي 2 فيز ولا بي 2 لاين؟ بي 2 فيز. حلو قوي. طب البي 2 فيز بتساوي ايه؟ طيب بتساوي كام؟ 11 على جذر 3 نعم؟ اه طبعا اسف معلش دي 3 طبعا مش بتصير ما انت هنا دي 3 ولا 3 اي 2 فيز طبعا دي 3 خلاص؟ دي معاك ودي معاك بس ساعتها بقى هتعمل ايه؟ هتروح قاسم على مين؟ على ايه؟ خلاص مش بتصير؟ طيب دي معاك ودي معاك خلاص يبقى انا طلعت كده الاي 2 اي 2 داش عموما يبقى 3 دي طلعت طبعا من الفيس و3 اي 2 داش في الزيت او الطوال يعني لو كنت طلعت الكلام الكفر هقعد هنا في الفيس انا اعتقد المساله دي لو جبتها في الامتحان هنقف هنا بس هنفكر يعني هنركز بس تركيز بسيط هنا كده انا عايز ايه؟ ديفينيتو برايمري يبقى اي 2 داش وساعتها ست ايكوفيلنت 1 ديفينيتو سكندري اي 2 بس وساعتها ست ايكوفيلنت 2 اللي هي هتساوي ار 1 داش زائد بس هو ده يعني هو دي الوقفه مش عارف ليه. سهل والله. يتلم ان شاء الله مفيش حاجه. انت بس اهم حاجه ركز في الاسباب بتاع السيفنج. ركز في الحته بتاعت الكوفرنس في الاخر وركز في الفيزيولوجي. طب المجموع انهي مكتبه اللي هو بتاعي بالظبط؟ اللي هو الثلاث اربع ورقات دول اللي هم الحاجات اللي مش معاك بقى. هو الراجل اللي بره ده مطلوب ايه انت تاخد تديها له؟ ثلاثة أربعة خمسة اه خليه عند النص بقى وقول له تعالى شوف مين اللي عايز يقعد السيشن ماشي 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 حتى لو معلش هنا ثلاثة دي واحدة عند الفيزيو ده جرام لما يكون في واحد شباب ماشي الحال؟ صعبة دي ولا سهلة؟ سهلة إن شاء الله. الحتة يا باشمهندس اللي أنت يا باشمهندس فاكر أدهم بص الحتة اللي كنت بتقول عليها باشمهندسين كنت أنت بتقول لي دي إيه هاخدها فيز ولا بص يا باشمهندس دي هنا جايبها إزاي؟ في فيز 1 على في فيز 2 خلي بالك بقى هو هنا عشان إيه دي هنا إيه؟ المسألة هنا دي إيه؟ دلتا ستار فالفولت اللي في الأول هو هو تساوي ما غيروش لكن البولت اللي تحت قسموا على ايه؟ على جذر 3 معايا يا باشمهندس؟ تمام بس التانية بقى المهم ان هو ده الكونسيبت بتاعها امتى يكون هي هي؟ لو دلتا دلتا هتحطها زي ما هي اما لو دلتا ستار 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 دلتا ستار ستار لازم هتمسك معايا تسليم في واحده فيهم عشان نسيب الحته بس انا بقول بس بقى المساله ما فيهاش مشكله يعني الجزء اللي هو كله اتكبر نص ده هتلاقي بس الدكتور ماسك السكويرد معايا والجزء اللي تحت ده هو المفروض اي 2 داش سكوير ده لوجيك يعني عشان النتيجه عندي عمرها ما تطلع معاك اي 2 داش ده طبيعي ده لما اسمه عايز اسمه طبعا ده ايه اي فيز ها؟ 3 اي سكوير ده في الفيز بس انا رقم خمسه ودي اخر مساله في الجزء بتاعنا في الفيز عشان دي خالص
هي نفس مسألة المربع، ولكن هو طالب المربع دي بقى مش طالب الإفشنسي، طالب الطائر الروسس. فنفس السيكونس لما مشينا الطائر الروسس هتسوى يا شباب ها؟ دابل يتوتل ناقص دابل يو كبر صح كده شوفين؟ كويس. طيب الدابل يتوتل عشان نسيبها ازاي؟ طبعا انت عندك هنا دي اكس سكوير بس هنا الاكس هنا حصل حصل فيها واحد مش فارق. الدبل يو تل اجيبها ازاي؟ ها؟ ما انا بص مش هتلاقي غير القوانين اللي احنا كاتبينها دي. ليه فضول؟ الدبل يو تل هي توتال نوتس فالتوتال توتال نوتس بتساوي ايه؟ مش هيكون ناقص في اول صح مش مش ده نوتس بس ولا ايه؟ صح؟ طيب هو بيديك في المساله تقريبا البي او تجيبها خلاص؟ او بيديك الاس يعني سواء البي او دي بيديك المساله البي او تجيبها. يعني البي او مش مديها لك هو مش مديها لك لو مديك الاس يبقى البي او بتساوي اس ماشي الحال صح يا شمسي؟ طب البي ام كنت عباره عن ايه؟ بي او عن الافشنسي صح؟ فالبي او كده كده عندك لان دول جايبين على طول يبقى اس باور فاكتور والافشنسي مديها لك يبقى ده بتجيب مين الدبليو دوت صح ولا سهل يبقى برضه بالنسبه لي هو مين الهدف؟ الدبليو كفر اللي هي بتساوي 3 اي سكوير في الار والله والله انا اللي بنته برايمري يبقى ده 3 اي 2 ايه؟ داش 1 ايكويفلنت ها؟ 1 طب لو قال لي في الداتا روتيت 2 برايم لكن مثلا بقى دي هو والله اللي بيقول لك بس ما تذكرهاش يبقى 3 ها اي 2 سكوير 59 في مين ار ايكوفلنت ايه بقى المره دي 2 لو ريبيرد 2 سكند تاني يا شمسي بقول لك انا نفس المساله اللي فاتت بقول لك قبل كده بتساوي 3 اي سكوير في ار هي كده كده اي 2 بس يا ترى لو انا لقيت الفيلتو برايمري تبقى اي 2 داش وار ايكويفلنت 1 ماشي الحال؟ لو قال لي الفيلتو سكند تبقى اي 2 بس من غير داش يبقى الفيلتو سكند بس كده دلوقتي ثابت فالار ايكويفلنت ساعتها 2 طب ار ايكويفلنت 1 في الحاله دي تساوي مين؟ ار 1 زائد ار 2 داش طب هنا ار 1 داش زائد ار 2 داش ار 2 هي اللي ثابته بعد ما قلت لك وصلت يا جماعه بس انت مش حاجه يعني لو فاهم دي سهله بالنسبه لك لو حد مش فاهم مش فاهم هو شايف يقول لي يا سهل يا ابن الزحمه صعب انا شايف الار اكويفمنت هنا المفروض تقسم على اكس وي اه عند الفيلتو سكند اه لا هتلاقي هو بس قاسم مش مشكله هو مش قاسم هو ما انا بقول لك هتلاقي النتيجه بقى خلاص النتيجه مش مظبوطه صح ما هو اصل انا اصلا اللي هو يطلع مثلا مش يعني هو هنا ضارب الرقم ده يعني هو المفروض هتقسم على الاصابه لا طبعا كده مش متسجل اصل هو يا اما هو بقى عمال ريفلتو برايمري ولا حاجه بس لو ريفلتو برايمري يبقى ما يحلش مش مشكله ديت ولا كده مش هيفرق اللي انت سمعت بس كده عليا هنا المساله ديت في الاخر كده هي المفروض هي ريفلتو سكندري فلو ريفلتو سكندري هتبقى ار 1 داش ار 1 داش ار 1 على اس كول هو الدكتور عملها اس كول يعني دي اتاكد ان هي مالهاش علاقه باي حاجه يعني كانك انت مش شايفه خالص احنا بس اهم حاجه بالنسبه لي هندسه هي الفيلتو برايمر ولا الفيلتو سكند الرقم يبقى غلط مش قضيتنا يعني الرقم ممكن تكون يطلع كبير مش مشكله يعني ممكن تكون ارقام ذات نفسها مش مظبوط اول مساله هي ذات نفسها كانت الفيلتو برايمر ولا حاجه هو مذاكرها وصلت طيب مقتنع بيها؟ بس هي مش شايف ارقام يعني فاضي مساله حبيبي مش مشغلش بالك بالارقام افرض انا قلت لك المساله دي بس ارقامها متغيره ارقامها مش مظبوطه ما تفهمش القضيه مش ولا حاجه بصوا يا جماعه انا بقول لك كده ليه على الثقه القصه ان الكونسبت واحد مش هغير انا مبدا عشان ارقام مساله معايا يعني ارقام ممكن تكون طلعت فعلا مش ممكن اصلا طب هو هنا اصلا مش قايل ريفيرت سكند معاك هو مش قايل كده بالظبط كده ده اللي انا عايز اقوله هو قايل ريفيرت سكند هي ممكن تكون اصلا ريفيرت قريب على الارقام دي فما تشغلش بالك القصه في الارقام قوي يعني انت بس فاهم الفكره ماشيه ازاي وخلاص والارقام دي تاكد ان انا هجيب لك حاجه غير شكل انت عارف شكل حاجه معايا مش هنسيب زي حته الافشنسي في الجنريشن كان في مساله كنت قلتها زمان المره اللي فاتت طلع مش عارف حاجه 10 سنين 4 هل انا المساله من المرجع وكله تمام او الثاني خلاص يا شباب فكده احنا خلصنا 3 فيز هو الورقه بتاع 3 فيز وشرح 3 فيز والاوبس مثلا الكلام ده كله مش موجود في المكتبه كهرباء قطعت والمحكمه مثلا كله مش موجود المشاكل بس هم معاهم فعلا معاهم بتاع الورقه بس ده صوروه طب هو ده اهم حاجه بالنسبه لي هو ده اللي مع الناس كلها كله ده معايا هو مش خلاص انا سيبك لازم اشوف
ماشي انا بس بقى